بسم الله اخوتي، السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندي لكم البوكو اكس 3 برو. هذا الهاتف اخوتي جينا بجوج ديال النسخ، نسخه فيها 6 جيجا في الرام و128 جيجا في ستوكاج، ونسخه فيها 256 جيجا في ستوكاج مع 8 جيجا في الرام. اليوم الخوت غادي نعطيكم الثمن الحقيقي ديالو في الشركه باش تاخذوا كيف ما عودتكم دائما بثمن مناسب، باش الا كان شي حد باغي يشمتكم تعرفوه وتاخذوا مع السيد اللي غادي يرخص معكم. هادشي اللي كاين، لا ضر لا ضرار، هادشي اللي كاين. هذا هو الدور ديال القناه، تنوعي الناس بالثمن الحقيقي في الشركه باش نقضيو على النصابه التي فوت القانون بزاف، حتى كاين اللي يقدر يقول لك حتى 3500 درهم، ولكن راه نورمالمون راه اقل من 3000 درهم التليفون البيع ديالو. المهم قبل ما نعطيكم الثمن الحقيقي غادي نعطيكم بعض الكونفيغوراسيون ديالو، نهضروا عليه واحد شويه، واحد مراجعه سريعه الخوت. كيف هذا تشوف الخوت، التليفون راه تيجينا بواحد المعالج اللي هو قوي 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 بزاف، النوع ديال سناب دراغون 860 والمعماري ديال 7 نانومتر. انتم الخوت راه 860 راه بحال قلت الهوت كام، هذا راه الفلاكشيب، هذا البروسيسور راه ماشي فئه اقتصاديه، غير الشركه ديال شاومي دارت لنا في التليفون راه مزيان باش دير لك البروسيسور سناب دراغون 860 في اقل من 3000 درهم، راه الخيال العلمي، مشكوره عليها. نتمنى الشركه ديال سامسونج حتى دير لنا تاهي نفس المشكل، تاهي ان شاء الله دير لنا 860 تاهي ان شاء الله في حدود 3500 درهم، علاش لا والله تناخذوه مزيان. المهم نفوتوا البروسيسور اللي تيبقى قوي 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 بزاف. بالنسبه للخوت هاد 7 نانومتر، باش نشرح شي ناس ولو ان عارف ان الاغلبيه عارفين، هاد النانومتر قد ما ناقصه قد ما مزيان. كاين 5 نانومتر قالوا غادي يقولوا كاين 4، ما شفتش. المهم انا عارف انه حد الاقصى اللي كاين هو 5 نانومتر. هاد النانومتر شنو الدور ديالها؟ هو ما كتستهلكش البطاريه بزاف، قد ما كتهبط بزاف قد ما كتستهلكش البطاريه، وقد ما التليفون تيكون سريع، وقد ما تيسخنش. هذا هو الدور ديال 7 نانومتر. نفوتو الخوت بروسيسور اللي تعتبر قوي بجبار، هذا البروسيسور ما نهضروش عليه. غنجيو الخوت لافي شور، تيجينا من نوع اي بي اس ال سي دي. كيف ما تتعرفوا كلكم الاي بي اس ال سي دي قادر غرض وصافي، بالنسبه للالوان وداك الشيء راه مزيانه، سيرتو هذه راه فول اتش دي بلس، وراه فيها واحد فيها 120 هرتز، راه ماشي حاجه سهله. 120 هرتز سلس سريع زوينه، 120 هرتز واخا اي بي اس ال سي دي، هذيك 120 راه غطات واحد شويه. غير هو المشكل اللي تيكون في هذا الاي بي اس ال سي دي هو ملي تتكون في الزنقه برا وتتكون الشمس راه تلقى صعوبه، راه ما تتبقاش ما تيبانش لك مزيان الالوان، وما تيبانش لك الارقام، ما تيبانش لك الكتبه. هذا هو المشكل اللي كاين في 120 هرتز. الذاكره الداخليه من نوع ديال اليو اف اس، الذاكره الداخليه جديده هذه، يعني زوينه تي راه فلاكشيب، يعني ثلاثه الامور هادو راه السرعه التليفون سريع بلا قياس. نجيو الخوت البطاريه راه تجينا ب 5160 ملي امبير غيانادير، البطاريه ممتازه بالشحن السريع اللي هو تيوصل حتى ما كاتبينوش هنا. المهم راه 33 واط، الشارجور ديالو حتى هو راه كاين هنا، حتى هو راه فيه 33 واط تيدعم، تيوصل حتى هو تيدفع 33 واط مع الكابل حتى هو. المهم الخوت تيبقى الشارج مزيان 33 واط. كتبقى نقطه الضعف ديال التليفون هي الكاميرا، فيها 48 ميجا بيكسل، ولكن الخوت غادي نصور ونجرب، ما نظنش اليوم، من بعد ان شاء الله ندير لكم شي فيديو اخر. اللي عارف انا واللي عارفين الناس كاملين اللي عارفين هذا المجال، ان الكاميرا واخا 48 ميجا بيكسل، ملي تتعطيها واحد البروسيسور اللي هو سناب دراغون 860، راه بروسيسور قوي، يعني راه السوفتوير، يعني راه الكاميرا كتبقى هاردوير، هاي كاميرا زاجه وصافي، ولكن ملي كيكون البروسيسور قوي راه تيعاون الصوره، راه كيكون واحد الذكاء الصناعي في الصوره، في يعني كاين فلترات، ملي تيكون البروسيسور قوي راه الصوره كتجي زوينه. مهم على العموم واخا 48 ميجا بيكسل راه غادي تكون زوينه ان شاء الله، كونوا على يقين. مهم كتبقى نقطة الضعف هي الكاميرا، وكيبقى نقطة الضعف الثانية هي لافيشور اللي هو غير اي بي اس، اللي تيغطي على اي بي اس كيف ما قلنا هو 120 هرتز، واللي غيغطي على الكاميرا هو البروسيسور اللي مجهد بزاف. هادشي اللي كاين. بالنسبة للباتري راه الباتري ممتاز، والشارج الشحن السريع. هادشي اللي كان الخوت، نحيدوا هاد البلاستيكه باش نشوفوا التليفون مزيان الديزاين ديالو، كاين الديزاين تماما بحالو بحال الديزاين ديال الهاتف الاول، الهاتف الاول ديالي هو هذا البوكو اكس 3 ان اف سي، هو هذا هذا هو الهاتف الجديد، نفس الديزاين تماما. غتلقاو مشكل في هذه طالعه بزاف، هذه مع العموم اللي غدير البوشيط، كدير البوشيط تيحيد داك المشكل، هي البوشيط ديالو كاين هنا، دايرين معاه التويشيات هادو. المهم البوشيط ديالو كاين هنا، دير لي بوشيط ضروري باش ما تبقاش هذه، ولكن البوشيطات حاليا في هذا السيل هذا تماما راه قادر الغرض تيغطيو الكاميرا. السيد اللي تيقول لك تدخل الغبره هنا، راه ما كاين حتى شي غبره الخوت، شحال انا خدام بها، راه ما كاين لا غبره لا والو، غير هضره خاويه هذيك. هادشي اللي قلنا، رجعوا خوت دابا للثمن، كيف ما قلنا الثمن ديالو شحال تيدير، هذا تيدير الثمن ديالو الخوت 56000 ريال، انا واخذو ب 57000 ريال بصراحه، ولكن دابا لما سمعت انه السيد صيفط لي ليست ديال الاثمنه نقصت فيه 50 درهم، 56000 ريال 2800 درهم هو الثمن الحقيقي ديالو في المغرب، انا شخصيا غادي نبيعو ب 2900 درهم او 2950 درهم، المهم قل من 3000 درهم. انتم الخوت
انت اخويا فين ما كنتي في المغرب كامل الخوت راه السيد دو معايا البارح من قول مين من قول مين راه خدا تليفون الخوت على 60 درهم ديال الرباح خدا الريدمي نوت 10 اس خداه ب 46200 اكون على يقين يعني راه المغرب كامل راه بنادم ولا كيرخص راه بنادم في المغرب كامل ولا كيرخص كذب عليكم الكذاب راه بنادم ولا تيرخص الفرق اللي كاين نقدر يجي عندي واحد السيد نقدر نبيع ليه ب 40 واحد اخر نبيع ليه ب 49 هنا في كاين المشكل هنا فين شي بيع وشري تيديروا هذا المشكل انا ما متفقش معاهم فيها انت اخويا ما تكونش انت داك السيد اللي كيتشبت انت عارف الثمن هاد التليفون البوكو اكس 3 برو بغيتي تشريه غادي تشريه ب 58000 ريال وحتى 59000 ريال عاخذو المهم غالبا 58000 ريال هذا هو البيع ديالو حتى 59 خذ ماشي مشكل انا تفوش 60 ماشي واحد يشري ب 57 واحد يشري ب 66 راه هنا فين كاين المشكل الله يرحم الوالدين راه شروه الناس كونوا على يقين ب 3300 درهم راه شروه راه ان شاء الله واحد الوقيته غنتذاكر مع الكليان ونشوف الا بغاو يتصوروا حتى مره نعطيكم الحقيقه راه كيجي واحد الانسان شاري تليفون ما كتسولش كيقول لي واحد الثمن خيالي بنت صغيره عندها شي 15 عام هي وبا راه خدات واحد التليفون عادي والله العظيم الايتال خداتو ب 1200 درهم محشومه هو تيدير غير 14600 درهم الجمله خداتو ب 24000 ريال ما نطولش الخوت المهم راه ان شاء الله غادي يجي الوقت ان شاء الله غادي ندير لكم واحد المراجعه احسن من هذه والله ما عندي الوقت والله العظيم غير سمحوا لي بزاف ما عرفتش نسيت شي حاجه ولا ما نسيتش